بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن سلامة يا دمان شعبك الرهير سومالي لان وعن مانتا شغو يمي قبل كأوضل وعن هذا كسو قانا هاي وعن مانتا يوك اللي فينا هدلو ورر دي الله ومروغي سيده ونغسو قاري قبل كصاحب وما أنت تقول يا مدين أيضا كشمورية السمنلاند البوليسكا يضط الشعب أوه بيسم مركه هراء وهن تعسية دينية لما ضط كإن جرد نطي أما إن جرد أو أما إن إلهي بنو جبرين وعثمان سيو أنا وكحن دعاء داس أنا أقول شخصيا كرسي كان دون أي مدحوينه وحيقلق قيمة وين ديق هالمواطن أو داتا حسب قهروش يجي موقفية ديسه حسب قهروش تاقي النبض وذيشير هي من نمو وانوش يجي مرر بضان موقف كحسب قهروش والوسوع العلي هدى نواف علي أنه مرهم يسنين وأنا كسور شيدنا من التاجر سنين إن حلكم نقضى حبض حوق يسبقونني وأنا أقول باقية حكومة الصومالي الآن سن نبض لاصيو صفر صد لاصيو نبضنا وضد بدن كل شرين كلها ولا نعين إن الرمها إن بتجلي ده أكش قيا حل كنا قيب كقاطان هديهين سرادين هديهين حل لبانه قالها وكيل هذا هديهين حل لبانه ده قالها قرش ده هي عقال انتوا يكوها ولا نعين انها وشاس قيب كقاطان فارغو باقيا ان مدحوين هنا عيدا كيسا كقاط شعب قاهو بيسنة وهارغو باقيا ان يقريها دول كردقا وبابهرين مرضن با انو غفين غير انتو شغاقوين كاس ما انت وكوبية طبان كي أغس سنة كي هوري مالين تاسو كالي وعكرنا عيدال كي جمهوري دي سومالي اللان سوباحي النباداد وي كردو نتين داد شعبا اوان هو ويسنين وعيدن كا بوليس كلاي وحان غواس دعادة دا إن لغا باقسن كري تما انت دعادينا إن لغا باقسن كري بان قبا وحان اتكينا يا إنا دقاق دنباء آنو دعين عيدان كا شعب كيه هو يسنة وحانو باقي إنا قريها نا اسكردقان لول كردقان نبادة أفوال بدنباء يطعي فرصدنا إلا سيجدد كاكو هولان نبادين تهوشاس وحانو كور قبنا قبل كالصول إن شغاقدي كردعضي يدغال كي كان دعاي اولي سوده قران كان ديق بحوين وكاني ما انتنا اولي تاغين ياهي وحانو غو باقيا دمبا وحغرتك صلاة دينتا اقوين يهنك قناع ستادا علم مدا اناني داود ايال كان نقون الرمها النبت قل يدرتادا اي خلاف كسياسة ديد اي كل ردان إن أي غيب كقاطان حلين تيدا مر لواد إيا مرسا دحاد با وحنو باقيا إن أرنتاس نبض حل كيدو يهي حل كيدو آنو هين حبض حل كيدو آنو هين حوق سياسة دحس بيقونا ومدنمو وان نبض أنو قونا وليقي هوران الدقال سوكي وقاما قيب قاضان إما كانت ديارو ميهي نبضة يو نبض جليدة يمد نمضو والله ما تعبتان وحن ما أنت يوك اللي فينا هذلو ورر دي الله ومروجة سيدة ونجسو قاري قبل كصاحب وما أنت تقول يمدين أيضا كشمورية السمنلاند البوليسكا يضط الشعبه
oo hubaysan. Marka hore waxaan tacsiyeynayaa dhammaan dadka inaga dhintay ama inaga dhaawacmay inay Ilaahay baan uga barayno caafimaad siiyo anagoo ka xun dhacdadaas. Anigu shakhsiyan kursiga aan doonayay madaxweynaha waxa igala qiimo weyn dhiigga hal muwaadin oo daata. Xisbigu hore u sheegay mowqifiyadiisa. Xisbigu wuxuu taagan yahay nabad, wadajir iyo midnimo. Waanu sheegay marar badan mowqifka xisbigeena waa lagu soo celceliyey. Haddana waa ku celinayaa. Annagu ma rumaysnin. Waanu ka soo horjeednaa. Mana taageersanin in xalku noqdo xabad xoog iyo ismuqoonin. Waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland si nabad loo siiyo, si fursad loo siiyo nabadda oo dad badani ku jireenay kula hawlanaayeen in arrimaha nabadgelyada ay ka shaqeeyaan, xalkana qayb ka qaataan. Hadday yihiin salaadiin, hadday yihiin xildhibaano golaha wakiilada, hadday yihiin xildhibaanada golaha guurtida iyo cuqaal, intuu ay ku hawlanaayeen in hawshaas ay qayb ka qaataan. Waxaan ugu baaqayaa in madaxweynuhuna ciidankiisa ka qaado. Shacabiga hubaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoryaha dhulka dhigaan. Uma baahnin mar dambe inuu qof inagaga dhinto shaqaaqooyinkaas. Maanta waa 12kii August. Sanadkii hore maalintaasoo kale waxaa ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland subaxyo nabadeed oo ay ku dhinteen dad shacaba oo aan hubaysnayn oo ciidanka booliisku laayay. Waxaan qabaa dhacdada in laga baaqsan karay. Ta maanta dhacdayna in laga baaqsan karay baan qabaa. Waxaan adkaynayaa inaan dhaqdhaqaaq dambe aanu dhicin. ciidanka shacabkii hubaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoryahana iska dhigaan, dhulka dhigaan. Nabadda qof walba dan bay u tahay. Fursadna in la siiyo dadka ku hawlan nabadaynta hawshaas. Waxaanu ka warqabnaa gobolka Sool in shaqaaqadii ka dhacday iyo dagaalkii ka dhacay uu weli socdo. Qarankana dhiig bax weyn ku keenay. Maantana uu weli taagan yahay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka, salaadiinta, aqoonyahanka, ganacsatada, culimmada inaanay daawadayaal ka noqon arrimaha nabadgelyo darrada ah iyo khilaafka siyaasadeed ay ku dhiiradaan inay qayb ka qaataan xalinteeda. Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqayaa in arrintaas nabad xalkeedu yahay. Xalkeedu aanu ahayn xabad, xalkeedu aanu ahayn xoog. Siyaasadda xisbiguna waa midnimo, waa nabad. Aniguna weligay horena dagaal sokeeya ugamaan qayb qaadan, imakana diyaarumahi. Nabadda iyo nabadgelyada iyo midnimadu waa lama taabtaan, waana waajib ku saaran inu dhammaantood ka qayb qaadano. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kasta, meel kasta iyo waqti kasta, badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan, badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.